كابتن ابو العز، وانا قاعد مع حضرتك شايفك محتفظ بالكره اللي موجود عليها نجوم نادي الترسانه في مئويه الترسانه، يعني شايف من ابرز النجوم كابتن محمد ابو العز، كابتن طلعت محمود، حرب الدهشوري، كابتن سعيد شرشر، حنف ابراهيم، محمود حسن، فؤاد جوده، عبد المنعم الحاج، يعني نجوم كبار، احمد بهاء، الشاذلي مصطفى، مصطفى رياض الشاذلي، وحرب. يعني دي مئويه الترسانه. في مئويه الترسانه انا برضو شايف عند حضرتك يعني مجموعه من الصور الحلوه لحضرتك. يعني ممكن برضو تحكي لنا حكايه كل صوره، وكانت الصوره فين؟ الصوره الاولانيه دي كانت في العراق. كنا رحنا العراق مرتين بطوله دوليه مصر. منتخب مصر. منتخب مصر. وكان بيطلبونا في كل الدورات اللي بتتلعب في الدول العربيه. فاحنا رحنا. كلنا برضو من الموجود في الصوره عندك دي؟ معانا كابتن شحته. اسكندريه. شحته الاسكندراني. حوده. الاسماعيلي. كابتن خيري. على ابو جريشه ابو العز، والكابتن هاني مصطفى. الجوهري الكبير، مش الكابتن محمود. لا، الجوهري الكبير. الجوهري الكبير الزمالك. كابتن سيد عبد الرازق بازوكا عرابي، كابتن شاذلي، وكابتن مصطفى. الاثنين يعني شوف، كان الشاذلي ومصطفى رياض وعلى ابو جريشه. ثلاثه فراوده كبار تقال. ما شاء الله. الصوره الثانيه ده منتخب مصر. اللي كان في كاس افريقيا 74. وكنت انا كابتن الفرقه. ودي كان فيها كابتن فاروق جعفر. كابتن علي حسن درويش من احسن الاسترتباكات، وده توفى صغير. كابتن هاني، سيد عبد الرازق، وكابتن حسن شحاته. علي خليل، كابتن محمد توفيق، ابو امين عرابي، وابو العز. طب النهارده لما الكابتن ابو العز بيقعد مع نفسه كده يسترجع شريط ذكريات الماضي من بدايه وانت لسه ولد صغير بتلعب في زين العابدين، مرورا بقى بالترسانه وبالجيل الذهبي اللي لعبت معاه بالترسانه، مرورا باهم محطات التدريبيه، مين النهارده اللي الكابتن ابو العز عايز يقول له شكرا؟ انا عايز اقول كل واحد شكرا قال لي كلمه او وجهني وحسسني او صلح عندي خطا، سواء في التعامل او، وده على راسهم طبعا استاذنا الكبير كابتن محمد عبد الصالح الوحش يرحمه، وكل المدربين اللي انا اتمرنت معاهم، واخرهم طبعا طيب الذكر الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه. كله ودول ليهم بصمه في حياه الواحد، عشان ما نقدرش نقول ده ولا ده ولا ده. وزملائي طبعا اللي كان ليهم الفضل ان احنا الناس تعرف مين هي فرقه الترسانه، مين هي اللعيبه الدوليه، ده بقول لهم شكرا.